انه يفوز النهارده، يعني انه يتعادل بطعم فوز مع النادي الاهلي، وانتوا كلاعيبه تقدروا تسمعوا كلامه وتقدروا توصلوا النتيجه اللي هو عاوزه، اعتقد شيء مختلف. اكيد نحن منسجمين مع بعض، نحن بالبطوله العربيه بالتصفيات الاولى نحن كنا ايد وحده، حبينا نكمل هالمشوار كلنا سوا مع مدرب جديد بدون مدرب جديد، نحن بنلعب فريق واحد وكلنا ايد وحده، والحمد لله طلعنا بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله بالمباراه الجايه بنفوز على النادي الاهلي وبنتاهل. اشكرك. شكرا. يمكن حديث